وجه مجلس الوزراء بالتنسيق الكامل بين كل الوزارات والجهات المعنية لسرعة تسهيل تحرك الشاحنات ومنع تكدسها في المنفذين البريين في أرقين وقسطل على الحدود المصرية السودانية. كما صادق رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على تنظيم وصول الشاحنات إلى المناطق الحدودية بنظام التفويج بتجميع الشاحنات في أسوان للمتجهين إلى منفذ أرقين البري وفي أبو سمبل للمتجهين إلى منفذ قسطل البري، مع تقديم كل أنواع الرعاية الصحية بأعلى مستوى وخدمة الإعاشة والتغذية لجميع سائقي الشاحنات، على أن يتم تحريك هذه الشاحنات وفق نظام التفويج بالأعداد التي تتوافق مع طاقة المنفذ.